عزيزتي الخياطة المرعوبة، الخياطة المرعوبة اللي ايديها بتترعش وهي بتقص، اللي بتعاني وبتشتكي وخلاص روحها بقت هنا مش قادرة تتعامل مع الناس، الناس وحشة جدا. حضرتك بتضغطي نفسك وبتسببي غيرك في المشكلة اللي انتي فيها. الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء. خلاص وصلنا لمرحلة عرفنا ان العصبية هتأثر على صحتنا وعلى نفسيتنا وتخلينا نيرفز طول الوقت، متضايقين مخنوقين مش طايقين نفسنا ولا ولادنا ولا عيشتنا ولا العيشة ولا عيشنا. فلازم نهدى عشان نعرف ونحدد هنعمل ايه. لو حضرتك فاضية ما تاخديش الخياطة مشروع، خديها هواية. لو حضرتك مش محتاجة الخياطة خديها هواية وما تتعامليش مع حد. بمعنى هواية بقى بعمل ستاير بنفسي، بعمل خداديات، بعمل براويز، بعمل حاجات انا حباها في بيتي، دي هواية بس انا مش محتاجة خياطة. فما اعملش مشروع، بلاش حكاية تحرير المرأة والحرية الكاملة للمرأة وحقق ذاتي وحقق هدفي، علشان لو هنوصل او هنتكلم في الحق فالمرأة مكانها بيتها، المرأة مكانها بيتها ولادها. بس انا بشتغل عشان اساعد في البيت، وبشتغل من جوه البيت، وحتى بشتغل في محيط بيتي ومع متابعة أولادي، ومش كل حد يعرف يعمل دي. يعني دايما لما بنهتم بحاجة بتأثر على حاجة، بس الحمد لله من فضل ربنا علينا إن ربنا خلقنا ستات كده بنعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت. تلاقيكي مشغلة الغسالة وفي نفس الوقت بتطبخي وفي نفس الوقت بتغيري لابنك وفي نفس الوقت في نفس 100 حاجة. فالحمد لله ده من فضل ربنا علينا. يعني ممكن اعمل مشروعي يعني اساعد زوجي واساعد اولادي واربي اولادي في نفس الوقت واتابعهم واخد بالي من حياتي كلها. حلو قوي. ده يحتاج مني شويه هدوء علشان اعرف اتعامل واعرف اشتغل. لازم اعرف امكانياتي ايه في الشغل، لازم اهتم بمكنه الخياطه اللي هي اساسا الشغل. يعني انا اجيب مكنه خياطه واشتغل بسم الله الرحمن الرحيم اقول يا شغل، لكن ما اجيبش كل حاجة وبقي مكنة الخياطة. انا محتاجة اول واهم حاجة مكنة الخياطة تكون ممتازة ممتازة. لان حضرتك لما بتجيبي بوتاجاز، وانا قلت الكلام ده 1000 مرة، ما بتنقيش اي حاجة كده كلشن كان اما اتعلم الطبخ، وبعد ما اتعلم الطبخ واطلع لمستوى رقم 2 اجيب بوتاجاز افضل. هي ما بتمشيش كده، هي بتمشي ان هو جهاز، يعني هو جهاز اشتريه حلو من الاول عشان ارتاح بعدين. بالعكس مكنة الخياطة النهاردة وصلت اسعارها خيالية وكانت رخيصة. يعني انا النهاردة لو عندي مكنة هبيعها هكسب فيها الطاق 3 و4، فهي ما بتخسرش، فاهتمي بشرائها. لو هي مشروع حاولي تدبري فلوسها بالتعاون مع الزوج. الزوج لازم يفهم انك بتعملي مشروع وايديكوا في ايدين بعض، فلازم يدعمك، مش يبقى عايز المشروع وفلوس المشروع ومخنوق متضايق، اصلك اهملتي البيت، اصلك مش واخده بالك من ولادك، اصل انا مش لاقي لقمه، اصل لا 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 لا. نقف هنا شويه، هما 2 بيساعدوا بعض وبيدعموا بعض، الناقص بيكمله والناقص عنده حضرتك بتكمليه. ما بقولكيش تضغطي نفسك وتموتي روحك لتحقيق المساعده، وبيجوا عليكي طول الوقت وبيضغطوا فيكي طول الوقت. لازم التعاون مطلوب، تمام؟ وانا عارفه ان دي مشكله بتمس ناس كتير قوي فيكم. لو حسيتي ان الطرف التاني مش متعاون، حسيتي انه بيضغط، حسيتي انه انتي من جواكي مش مرتاحة، مش هتعرفي تشتغلي، وقفي فورا ما تشتغليش. ارضي بالعيشة ايا كان العيشة ضيقة او قليلة قد ايه، ارضي بيها ونسقي امورك على ده. بني ادم شوية دم ما بيتحرقوا يا جماعة وبيقع ما بيبقالوش قومة. فشوية هدوء كده على نفسنا عشان احنا بنبقى ماشيين طريق وكله للاسف اشواك. الزمن اتغير قوي، كل حاجه بقت صعبه قوي قوي. زمان كانت العروسه اوضه في بيت اهل الزوج وكانت بتبقى واحده من اللي موجودين، مفيش بينها فرق، لا هي بتشتكي ولا هم بيشتكوا منها، فكانت الامور ماشيه حلوه. يعني بناكل مع بعض على الحلوه وعلى المره، مش كنا متعاهدين؟ دلوقتي لا، دلوقتي حضرتك عايزه تعيشي لوحدك والباب من بابه والبيت من بابه، فالعيشه بقى المواجهه الصعبه بقى مسؤوليات ودروس وكهرباء وميه وفواتير وحاجات دي ما كناش بنبقى عاملين حسابها خالص ولا شايلين همها، بس دلوقتي بتشيلي. فلازم يعني نقول ايه، نرضى بالمقسوم زي ما بيقولوا، ونرضى باختياراتنا. طيب المهم عملت المشروع وجبت المكنه، لازم يكون في مكان
يعني انا مش فاهمه معنى السؤال اللي جالي على الفيسبوك بتقول لي انا جبت المكنه بس مش عندي مكان احط المكنه. دي مش مشكلتي انا، يعني ممكن تشيل النيش حضرتك وحطي المكنه، ما انا مش هاجي انسق بيتك، وانا ما اعرفش ظروفك وما اعرفش احتياجاتك ولا تقسيم شقتك، فانا مش هفيدك. فلازم حضرتك تحطي يعني تجدولي اولوياتك، انا عايزه ايه اهم من ايه. فالمكنه مهمه، فلازم اعمل جزء مكان اشتغل فيه، راديو ارتاح وانا بسمع فيه حاجه، احط كده اذكار، احط كده حاجه كده على الحيطه اللي بشتغل فيها وتبقى قدامي شويه الهدوء النفسي، هدوء النفسي، سلام النفسي. مهم اوي لما اعمل مشروع اكون اتعلمت تعليم كفايه، تابعت فيديوهات كتير، ما مش لازم اخرج من بيتي واخد كورسات بؤلفات وارجع مش فاهمه حاجه، لازم اكون اتعلمت تعليم كفايه واخدت دراسه وافيه عن الموضوع، اتمرنت في حاجه ولادي، حاجه البيت، عملت حاجات كتير ملحوظه، الناس ابتدت تقول انت شاطره برافو عليكي حاجاتك حلوه، فابتديت من هنا ان انا ايه اشتغل. تمام، دي بعتبرها خطوات مهمه قبل ما ابدا في المشروع. تمام، الحاجه اللي بعد كده اكون اجتماعيه، عندي علاقاتي، عندي سوشيال ميديا، عندي ناس باخد وبدي معاهم، بوريهم حاجتي، بوريهم شغلي عشان يسهلوا لي البيع والشراء. الحاجه اللي بعد كده لازم يكون عندي وقت، ما انا لو عندي طلاب في ثانويه عامه في البيت هدوء على نفسك بقى كده، دول بيبقوا عايزين معسكر مغلق، لازم انسق بقى مواعيد الشغل ومواعيد العمل اللي انا هشتغلها. تمام، يعني لازم استنى ولادي ناموا وانسق وقتي زي الموظفات، الموظفات هم اكتر ناس منظمين، بيبقوا عارفين امتى هيصحوا، امتى بيجدولوا وقتهم، امتى بيطبخوا، امتى بيذاكروا، امتى بيناموا، كل حاجه بتبقى عندهم بالساعه محسوبه، ما عندهمش وقت تاني، فلازم تنظمي وقتك. المكان او البيت لو هتشتغلي فيه ما يبقاش ملخبط وجو يعني غوغائي، لازم يكون في مكان قريب من باب الشقه للشغل احط فيه المكنه. تمام، كل الحاجات دي مهمه لازم تراعوها وتحطوها في حساباتكم. تمام، طيب خصوصيه، مواعيد، لازم احدد لنفسي مواعيد، ما ينفعش حد يجي لي في اي وقت لو هشتغل في البيت، انا عندي اوقات معينه للشغل، عندي تسليم في يوم معين، عندي اجازه، مهم الاجازه، اوعي تقولي عشان انا لسه جديده فعش، اوعي، لازم الاجازه، لازم الريست، لازم الراحه، لازم اليوم اللي اعوضهم فيه عن كل ايام الاسبوع اللي انا بشتغل فيه، اعمل اكل زياده، اعمل اكلات ما كنتش بعملها بقيه الاسبوع، نخرج فيه، نتكلم فيه، ندردش فيه، ممنوع الزيارات في اليوم ده، كل الحاجات دي مهمه، دي تكتبيها في اجندتك وتخططيها، خططي لها الاول قبل ما تقولي يا مشروع. فاهمين الكلام ازاي؟ كل الحاجات دي مهمة. اتمنى اكون قدرت افيدكم على قد ما اقدر، اكتبوا الاسئلة اللي انتوا عايزيننا نتكلم فيها، كل الكلام اللي انتوا مش عارفين تقولوه او مكسوفين تقولوه ممكن على الخاص على الفيسبوك، الاسم الاكونت بالعربي سماح السيد مهدي، او عندك الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن، او عندك خياطة وتدبير واعادة تدوير، لكن اللي عايزة تكلمني بشكل خاص بيكون على سماح السيد مهدي بالعربي، تلاقوا صورتي على الاكونت لو حابين تكلموني في موضوع، وممكن ممكن نقوله على العام بس بدون ذكر اسماء بشكل متغطي، نطرح المشكله عشان نقدر نساعدكم فيها. بشكركم جدا جدا وبترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.